بيسعدنا النهارده ان نلتقي مع الدكتور منير ويليام لبيب، اخصائي جراحه التجميل والسمنه بمستشفى الساحل، ليحدثنا عن مشكله بيعاني منها عدد كبير من المصريين، وهي مشكله السمنه. والحقيقه المشكله دي اللي بتدخل فيها عوامل كثيره جدا. اهم هذه العوامل اللي هي طبيعه الاكل بالنسبه لنا. طبيعه الاكل بالنسبه للشعب المصري طبيعه غريبه شويه، ما فيهاش نظام، ونوعيات الاكل نفسها اللي بتتداخل في بعضها بتؤثر كثير جدا على الخلايا الدهنيه اللي هي المسؤوله اساسا عن السمنه. ايضا طبعا طبيعه الجو اللي موجوده ووجود حراره زايده بتؤدي ايضا ان هي تزود بالنسبه لعوامل السمنه. انما اللي انا عايز اقول عليه ان السمنه هي عباره عن تضخم وانقسام بالخلايا الدهنيه. الخلايا الدهنيه دي بتنقسم او بتكبر في الحجم. قبل مرحله البلوغ بيحصل ان الخلايا الدهنيه بتنقسم وبالتالي تزيد في العدد. بعد مرحله البلوغ بيحصل ان الخليه الدهنيه بيبتدي تكبر في الحجم ولكن لا تزيد في العدد. ومن هنا بتيجي مشكله السمنه. قبل مرحله البلوغ ليها اسلوب وبعد مرحله البلوغ ليها اسلوب اخر. الحاليه هو بالنسبه قبل مرحله البلوغ اسلوب الغذائي هو من اقوى الاساليب اللي احنا ممكن نسيطر فيها على البدانه المفرطه اللي ممكن تكون موجوده عند الطفل او الطفله، وبالتالي بنقدر نتحكم في هذا الطفل. بمعنى ان السمنه ما هي الا اسلوب حياه، يعني انا عشان اعالج السمنه او امنع السمنه لابد ان يكون ده اسلوب طول حياتي. السيده اللي موجوده في المنزل مع ابنائها مع بيتها، الطفل بيتعلم ويكبر على اسلوب معين في حياته وبالتالي يستطيع انه يسلك في حياته بهذا الاسلوب. يبقى في البدايه هذا الطفل او هذه الشابه او هذا الشاب بعلمه اسلوب غذائي معين، احنا ممكن نسميه رجيم او نسميه اسف الفاظ كثيره، لكن هو في الاساس اسلوب غذائي. وفي نفس الوقت بننبه هذا الطفل الى بعض العادات الكويسه اللي يقدر يتبعها مع اسلوب رياضي. فالطفل او الشاب او الشابه اللي بيبدا مرحله حياته باسلوب غذائي ثابت مع اسلوب رياضي متمكن بيقدر يعيش في حياته ولا يعاني من هذه السمنه المفرطه. السن اللي بيبتدي فيه يبان، يعني في سن الطفولة الصغير اللي هو سنة أو 6 شهور لسنة أو سنتين، الأم بتبقى سعيدة جدا بالطفل اللي بيبقى سمين في هذه الفترة وبتقول إن دي دلالة صحية. وبعدين احنا بنلاحظ برضو ان في اطفال بيبقوا سمان جدا وهم صغيرين، لكن لما بيكبروا بيرفعوا، بعكس ان بيبقى فيه يمكن رفيع وبعدين بيتخن. فهل بيبتدي من سن الطفوله الصغير قوي كده ولا من مرحله بعد كده؟ هو الحقيقه بيبدا من مجرد ولاده اي شخص فينا. الخلايا الدهنيه موجوده في الجسم بعدد ثابت. السمنه في الطفل الصغير بتعوقه في حاجات كثيره جدا، بتعوقه بالنسبه للحركه، بتعوقه بالنسبه للمشي، بيتاخر، ده كله عنده. لان في هنا موجوده خلايا دهنيه، الخلايا الدهنيه بتكبر في الحجم وبتنقسم زي ما بقول سيادتك، وبالتالي فبيكون هنا موجوده اعاقه. مش علامه صحيه على الاطلاق ان الاقي طفل سمين او تقيل او حاجه زي كده، لان دي ليها اضرار كثيره زي ما ليها زي ما الام بتشوف ان هي دي علامه صحيه، لا هي ليها اضرار. لكن الحقيقه برضه انا عايز اقول على موضوع السمنه ده ان المسؤول عن السمنه هي الخلايا الدهنيه، والخلايا الدهنيه دي موجوده في اي شخص فينا في اماكن محدده. اذا هذه عدد متساوي؟ مش بعدد متساوي، ما ده اللي احنا عايزين نقوله ان هذه الخلايا موجوده بعدد يختلف من شخص لاخر. ممكن يكون العدد الموجود في شخص معين صغير، وبالتالي مهما ياكل هذا الشخص مش هيظهر عليه اي اعراض، لان عدد الخلايا الدهنيه اللي موجوده في داخل الجسم عدد قليل. انما في بعض الحالات الثانيه بيكون عدد الخلايا الدهنيه كبير، وبالتالي هذا العدد بيبدا في الانقسام، وبالتالي بتظهر اعراض السمنه او البدانه المفرطه مبكره جدا وبنقدر نلاحظها. يبقى اذا اللي بيتحكم في المنظر او السمنه هو عدد الخلايا الدهنيه اللي موجود في داخل الجسم. السمنه اولا هو الاستعداد للسمنه من الناحيه الوراثيه، الاستعداد للسمنه وراثي، ولكن السمنه ليست وراثيه. يعني بمعنى ان ممكن يكون الاب او الام سمين، لكن ممكن الطفل ما يطلعش سمين لو هو اتحكم في طريقه اكله، اتحكم في اسلوب الرياضي يقدر يتحكم فيه. ففي البدايه الاستعداد للسمنه وراثي. الحاجه الثانيه ان السمنه ممكن تكون تحت تاثير بعض الغدد الصماء، ودي نسبة قليلة صحيح، لكن ممكن يكون ليها تأثير. زي الغدة النخامية مثلا، ممكن بتبص تلاقي الشخص طفل صغير جسمه ابتدى يتملي جامد جدا، والأطراف سواء الإيدين أو الساقين رفيعين، ويبقى المنظر شكله واضح إن توزيع الدهون غير متكافئ بالنسبة للجسم.
وهكذا الغده النخاميه، الغده الدرقيه، وهناك بعض الغدد الصماء اللي ليها تاثير مباشر برضو، ايضا بعض الغدد اللي ليها علاقه بهرمونات الجنس لما بتبتدي الجسم يكبر بيبقى برضو ليها تاثير مباشر بالنسبه لهذا الموضوع اللي هو موضوع السمنة. يبقى اذا الغدد الصماء بعض العوامل الوراثيه، اهم حاجه بقى فينا كمصريين اللي هي طبيعه الاكل، دول يعتبروا العوامل الاساسيه الرئيسيه اللي ممكن تؤثر على شكل او منظر السمنه بالنسبه لاي شخص. عايزين ندخل بقى في كيفيه الوقايه منها اولا والعلاج بعد كده. هي الوقايه تيجي في البدايه من المنزل. ربه البيت في المنزل هي المسؤوله اساسا عن تقديم الخبز او الطعام لافراد الاسره. إذا هي بالظبط تعرف كمية الأكل وكمية السعرات الموجودة منها وأولادها كل طفل حسب سنه كمية الغذاء والسعرات المطلوبة منه، إذا قدرت تظبطها أكيد دي بتكون البداية الناجحة. الطريقة الثانية برضو اللي هو الأسلوب الرياضي، كل شخص فينا لابد أن يتعود منذ بدايته منذ حياته أنه يتعود على أسلوب رياضي ثابت، أقل حاجة وأبسط حاجة المشي، لو أمشي ربع ساعة الصبح وربع ساعة بالليل ده على مدى العمر كله بتفيدني كتير جدا وبتساعدني في حاجات كتيرة قوي. والرياضه بتقلل كتير قوي من نسبه الدهون والكوليسترول في الدم والاصابه بالذبحات الصدريه وضغط الدم والحاجات دي كلها اللي احنا بنبقى عارفينها. بعد كده الحقيقه لابد ان يجي السيره الذاتيه او التحكم الذاتي، دي مهمه جدا واركز عليها. الاراده يعني. اللي هي قوه الاراده، كل واحد فينا مصاب بسمنه لو يبص على نفسه في الصبح في المرايه بس، او يوزي نفسه كل يوم الصبح، او ما ياكلش مثلا وهو بيبص على التلفزيون او بيقرا جورنال او بيتكلم في التليفون او حاجه زي كده، او يبتدي يتبع اسلوب فيه بعض القوه وبعض الحزم، الحقيقه دي اهم الطرق او اهم طريقه لنجاح اسلوب الرجيم او الاسلوب الغذائي اللي بيسيطر على الشخص. والا هيضطر بعد كده يدخل في طريق ثاني بقى، طريق الجراحات والمشاكل بتاعته والمميزات وحاجات زي كده. احنا برضو عايزين نتكلم على الادويه اللي ساعات بيلجا ليها بعض المصابين بالسمنه لمساعدتهم على ازاله هذه السمنه. الحقيقه انا ضد استخدام الادويه على طول الخط. الادويه دي بتعمل نوع من الادمان، بتعمل نوع من القلق، زياده ضربات القلب، عرق غزير، نشفان في الريق، دي كلها حاجات انا شخصيا ضد هذه الادويه، انما مفيش احسن من الاسلوب الطبيعي ان اتناول بعض المواد اللي هي في طبيعيه في غذائي. هذه المواد بتكبر حجم اللي موجود في الغذاء في داخل المعده، ودي انا بسميها الوجبه المليئه او الوجبه المشبعه، ودي عباره عن وجبه حجمها كبير قيمتها الغذائيه قليله ما تزيدش عن 50 سعر وما بتمتصش من جدار المعده او الاثنى عشر او هذا، وتتاخد قبل الوجبه الاساسيه بحوالي نص ساعه، وبعد كده الشخص بيتناول فيها بعض كوب ميه كل خمس دقائق، خمس ست كواب، فبتكبر في حجمها. لما يجي وقت الغذاء الاساسي بيبص يلاقي الفرد ان نفسيته خلاص هو ما عندوش طبيعيه للاكل وما بياخدش. يعني دي اخر حاجه يعني موجوده دلوقتي لعلاج السمنه. هي دي الحقيقه. يعني هو في كمان اجدد منها دلوقتي، كان في مؤتمر في باريس من فتره قريبه من حوالي شهرين، والكلام كان كله منصب لعلاج السمنه مش عن طريق الغذاء والرجيم والحاجات دي. الحقيقه في كلام احدث عن طريق الضبط الايوني للمواد الغذائيه اللي بناخدها، بمعنى ان انا مثلا باخد عصير مثلا ليمون فيه ماده بوتاسيوم اكتر او ماده صوديوم اكتر، فبظبط كميه البوتاسيوم والصوديوم اللي انا بتناولها وهكذا. فالضبط الايوني ده الحقيقه تطور جديد بالنسبه لعلاج السمنه ابتدينا فيه، لكن لسه ما حطيناش نقط ثابته نقدر نمشي فيها، لكن اذا كان الجديد فهو التطور اللي يتعلق بالضبط الايوني للاغذيه. اي غذاء سيادتك بنتناوله في كمية من المواد الأيونية، صوديوم، بوتاسيوم، بعض المواد المعدنية، الحديد، الزنك وهكذا. فأنا بظبط الغذاء عن طريق ضبط هذه المواد، مش عن طريق ضبط البروتين والدهون والنشويات والكربوهيدرات والكلام ده، لا أنا بظبط بقى الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وهكذا. فده أحدث طريق لعلاج السمنة اللي هو تحت البحث، اللي الحقيقة ممكن قريب جدا هنسمع فيه كلام كويس. طيب يعني حضرتك بما انك اخصائي تجميل وسمنه، عاوزين بقى من حضرتك روشتة توجه الى كل من يعاني لمرضى لمريض السمنه. هو الحقيقه الروشتة في البدايه انا ببدا معاه واقول له في نظام غذائي انا هقول لك عليه، ومعاه قوه اراده انت لازم تكون موجوده عندك في الاساس، وفي النص لابد ان يكون في اسلوب رياضي قوي، ابسط حاجه فيه المشي صباحا ومساء،
واذا ما سمعتش الكلام ده هتيجي تعمل عمليه وهتبقى هتدخل في الطريق الجراحي اللي هو المفروض انك انت ما تدخلش فيه، سواء كانت جراحه شفط دهون او استئصال جلد او دهون او تركيب بالون او ما الى هذا. اذا بديت بالاسلوب الغذائي ففي كذا اسلوب غذائي بيطبق في كذا حته، يعني في اسلوب غذائي ممكن يكون خاص انا بعمله، في اسلوب خاص مثلا بيدرس في مستشفيات او جامعات معينه على مستوى مصر او يعتمد على عدد السعرات، كله بيعتمد على عدد السعرات ويتوقف من شخص لشخص حسب طبيعه جسم الشخص. يعني ممكن اعمل ما اعملش مثلا اسلوب خاص لشخص معين لان كميه مثلا الدهون الموجوده حول الكليتين كبيره ودي اول منطقه بتخس، فلو عمل هذا الشخص كاسلوب غذائي قوي جدا او رجيم قوي جدا هيحصل ان الدهون اللي موجوده حول الكليتين دي اول كميه دهون تسحب، تبتدي الكليه تتحرك من مكانها تعمل حاجه اسمها فلوتنج كيدني او الكليه المتحركه، دي ممكن تؤثر تاثير ضار جدا على الشخص يصل الى بعض الاضطرابات في التبول وقد تنتهي بالوفاه. اذا يبقى مش اي واحد استخدم معاه نظام قاسي جدا واقول له ده الاسلوب اللي ينفعك او ده الاسلوب اللي يجيلك، يبقى ده بيتوقف على طبيعه جسم الشخص، بيتوقف على توزيع الدهون الموجود في داخل الشخص، بيتوقف برضه على سن الشخص، وبيتوقف على برضه بعض العوامل المحيطه به. يبقى اذا مش كل اسلوب يمشي مع اي شخص، الاسلوب بيتغير من شخص لشخص ومن وقت لوقت. يعني حضرتك تنصح برضو اللي بيتبعوا رجيم انهم يستمروا على هذا الرجيم لفتره طويله ولا يكون رجيم متغير كل فترات على فترات؟ سيادتك علاج السمنه هو اسلوب حياه. انا عايز اعالج السمنه يبقى انا اتبع نظام غذائي طول عمري. لحظه ما حبعد عن هذا الاسلوب يبقى هيحصل في جسمي تغيرات بدايه علامات سمنه. يبقى السمنه ده اسلوب حياه، يعني هعيش طول عمري اتبع هذا الاسلوب، والمساله ما هتبقاش بقى مساله رجيم واسلوب قاسي، لا ده انا هتعود على هذا الاسلوب وهسير عليه وهمشي عليه. اذا السمنه هي اسلوب حياه، هي مش مساله هعمل رجيم لمده اسبوعين او شهر او 5 اشهر، لا هي انا هعيش طول عمري اتغذى واغذي بيتي وولادي واخواتي بهذه الطريقه. يبقى ده هيبقى اسلوب حياتي. حيو دكتور، احنا بنشكر حضرتك على هذه المعلومات. شكرا.